السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الحدود وطرق العبور بين الدول. أي دولة في العالم أو أي حدود في العالم لما تشوفها على الخريطة أو الجوجل ماب غير لما تشوفها على الطبيعة والحقيقة. النهاردة هنتكلم عن دول أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والأوروغواي وبوليفيا وكولومبيا. انت لو معاك اقامه في اي دوله من دول امريكا الجنوبيه، اذا كان عندك اقامه في البرازيل، عندك اقامه في الارجنتين، عندك اقامه في تشيلي، تقدر تدخل اي دوله من دول امريكا الجنوبيه بالاقامه بتاعتك. لا يشترط وجود جواز السفر، لا يشترط وجود تاشيره، تدخل بالاقامه عن طريق الباص، عن طريق الطيران، براحتك، عن طريق البحر. في حدود بين الارجنتين والاوروغواي بالمركب كما بتاعتك وبتخش وما بتحتاجش تاشيره. يعني يا جماعه، الحدود بين دول امريكا الجنوبيه ما في، يعتبر ما فيش حدود. يعني عندك الحدود بين البرازيل والارجنتين عباره عن شلالات ايجواسو، والناس اللي موجوده في البرازيل تعرف الكلام دي، شلالات ما فيش، وعباره عن حته في برك صغير كده بعد في البرك وشايف البرازيل وشاف الارجنتين في النص، يعتبر مفيش حدود. فانت ممكن تخش من غير اقامه كمان. لو حد يفتكر في اخين من المغرب اسمه زيزو وحسن كانوا عايشين في البرازيل، خدوها مشي وبالمواصلات لغايه ما وصلوا المكسيك، لغايه ما وصلوا دوله المكسيك. يعني عدى الارجنتين وعدى البير وعدى البوليفيا وعدى كولومبيا ودخل وعدى نيكاراغوا ودخل المكسيك. تخيل هم دلوقتي في المكسيك. فالحدود ما فيش حدود، يعني ما فيش. زي مصر وفلسطين، زي مصر وفلسطين، الفلسطين بخشوا مصر عن طريق المعبر، عن طريق المعبر. عندك دول اوروبا، دول اوروبا تعتبر ما فيش حدود نهائيا، ما فيش حدود نهائيا من دول اوروبا. انت لو معاك اقامه في دول الشنغن 21 دوله، تقدر تخش ال 21 دولة بالمترو او بالقطار الدولي بالاقامة بتاعتك، ما بتحتاجش تأشيرة، والناس اللي موجودة في اوروبا عارفة الكلام ده. تخش ال 21 دولة من غير تأشيرة بالاقامة فقط. اصل الحدود يا جماعة ما فيش. يعني عندك الحدود بين فرنسا والمانيا ما فيش. يعني عندك الحدود بين هولندا وبلجيكا كافيه، كافيتيريا، قهوة كده صغيرة تبقى في لها بتشرب قهوة وكأنك في بلجيكا وكأنك في هولندا، والناس اللي موجودة تعرف الكلام دي. بين ألمانيا وهولندي عبارة عن مكتب بريد، مكتب بريد، بس للأسف الرسالة عشان توصل ألمانيا وهولندي بتقعد أسبوع، مع إن المكتب البريد في الحدود بس نظام. والحدود بين أسبانيا والبرتغال ما في، يعتبر ما فيش حدود، صخرة صخرة كبيرة كده أو جبل صغير. زي الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، جبال الانديز اللي بتفصل بيناتهم، بس في مدخل معبر، يعتبر مفيش حدود. يعني زي الحدود بين الولايات المتحده الامريكيه ودوله المكسيك، تفصل بينهم سياج حديدي. السياج دي موجود في دوله تيخوانا في المكسيك، والطرف الثاني موجود في سانتياغو في الولايات المتحده الامريكيه. مفيش، هو السياج الحديدي فقط اللي بيفصل بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه. وبرضه الحدود بين امريكا وكندا شلالات نياجرا، تفصل بين كندا وامريكا. ولو عندك اقامه في امريكا تقدر تخش كندا. ده خلاصه العبور بين الدول يا جماعه، واستنونا في الحلقات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، اللي ما يعرفنيش انا علاء الدسوقي، مصر عايش في امريكا الجنوبيه. اشتركوا في القناه، هنلف العالم مع بعض.